كلمة الأستاذ خيري حسن منسق عام المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحضور، أنا هاخد آخر كلمة من حديث الأخ العزيز الأستاذ بشير حمد. حفظ الله مصر، حفظ الله مصرنا، مصر العزيزة علينا. أشكر كل الحضور الذين وعدوا فأوفوا وصلوا إلى مصر على نفقتهم الخاصة، علشان نقول للناس إن هناك جاليات مصرية في أوروبا عايشة زي ما عايش المصري في مشاكله الداخلية، في مشاكله الأمنية، وإن شاء الله مصر في طريق أفضل بكتير عما كنا فيه. مصر ماشية في خارطة الطريق سهلة صعبة للغاية، إلى أن نتكاتف جميعا إن شاء الله ونصل إلى أفضل مصر نحبها. زي ما قال المشير السيسي، احنا بنأيده دلوقتي علشان مقتنعين بأنها إرادة حقيقية قوية. ولكم الشكر، لأني ما بعرفش أتكلم كتير. شكرا.